حبايبي الكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عباس البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده وكل ما كتمنوا ان شاء الله في حياتكم. كنتمنى ان شاء الله تراقبوا هذه الحلقه ديال اليوم. هي عباره على الفيديو اللي عملت ديال العجينه ديال الفيلتاج. للاسف كان جاء الفيديو غادي يجي طويل بزاف، وقلت لهم غادي نعمل الطريقه ديال العجينه بوحدها وغادي ندخلها لكم في صندوق الوصف. وبحال دابا غادي نكملوا ان شاء الله على الطريقه من بعد ما كنعملوا خمسة ديال التورات الفلتاج. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه وكيفاش غادي نعملوا الفلتاج ديالنا منزلي، يعني تعملوا في المنزل، تعملوا في المحل ديال التجاري، في اي حاجه. كنتمنى ان شاء الله عفوا تراقبوا الفيديو مزيان وتشوفوا الطريقه، وخصيصا للمبتدئين كيخص تراقب مزيان، تشوف مزيان الله يرضي عليك. شوف الطريقه، يعني راه ماشي اذا كيبقى يشوف دغيا ويدوز، ولا خص تشوف وتعاود وتعاود وتعاود. الا بغيتي تعلم لواحد حاجه راه هي سهله، يعني غادي تشوف الطريقه كيفاش كنعمل الطريقه ديال العجين، والطريقه ديال الخدمه، والطريقه ديال نخرج منها انواع واشكال، وكيفاش ان شاء الله غادي تنال يعني التعليم من هاد المنصة ديال هاد القناة ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تبقى تراقبوا جميع الحلقات وتبقى تشوفوا شنو كاين، وماذا بكم قد تعملوا الجرس للفيديو، يعني الجرس راه ملي كتكليكي على الجرس كيعطيك تما ثلاثة ديال الاختيارات، يعني تضرب عليه ولا تخليها كيك عادي، ولا تعملو راه عنده في الجناب الجوانب ديالو عنده واحد جوج ديال التيكيتات من هنا، غادي تكليكي عليه باش اي حاجه عملتها ان شاء الله غادي تبقى تجيك في الاشعارات. وكنتمنى لكم كل ما كتمنوا في حياتكم ان شاء الله، وندوزو للطريقه ديال العمل ان شاء الله. يلا خليكم معايا، ودابا ان شاء الله غادي نكملوا ليها التطليق ديالها. كما كتلاحظوا يعني كنا عملنا ليها الفيديو ديالها، ولكن غيجي طويل بزاف، وبعض الناس ما كيبغيوش يعني الفيديو طويل بزاف، كيبقى يصيفطوا ليا بزاف في الواتساب. المهم ان شاء الله كما كتلاحظوا دابا عندي هاد العجينه كما لاحظتوا في الفيديو، هو في صندوق الوصف. تشوفوا الطريقه ديال العجين والمقادير كلها كاينه في الفيديو اللي في صندوق الوصف. ان شاء الله دابا غادي نكملوا ليها الطريقه ديال الفينال، يعني ديال الطريقه كيفاش نعملوا الفلتاج ديالنا. دابا هذا عملنا فيه خمسه ديال طلقات، يعني خمسه ديال الطلقات. دابا غادي غير نطلقوه عادي في خمسه ديال التورات. يعني التورات راه كتعرفوها كما كنلاحظوا، يعني كتعمل هذه الطريقه وهذه الطريقه كتكنا توره، هذه يعني خمسه المرات من هذه الطريقه. ودابا ان شاء الله غادي نكمل، غادي نطلقها وغادي نوريكم ان شاء الله الرق ديالها وكيفاش غادي نقطعوها. ودابا من بعد ما طلقناها كامله كتشوفوا الطول ديالها، يعني جيت على الطبله هذه مع طويله بزاف باش يصلح ليا نخدم فراحتي. كما كتشوفوا دابا ان شاء الله هذا هو الرق ديالو، ولكن غادي نزيد، غادي نعرضها واحد شويه وغنوريكم الرق ديالو النهائي باش يمكن لكم تفصلوها. وانتم من بعد ما رققناها مزيان، يعني على حسب الرق ديالها هو هذا، يعني ما خصهاش تكون غليظه على هكا بزاف، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف، يعني مويان. انتم كما
كما كتلاحظوا هانتوما ما بين السبعين مزيان هكا نخليوها هذيك الساعه غادي نجيبوا الكوبات او جراتوار او قطاع باش كتقطعوا العجين نمشيو بهذه الطريقه هذه وغادي نجيو لهنا وغادي نخليو تقريبا بحال هذا يعني شي خمسة ديال السبعين وغادي نجيو معاه بهذه الطريقه وهنا غادي فاش غادي نمشي غادي نقطع بهذه الطريقه غادي نحيد هذا الجانب كما كتلاحظوا وغادي نخليه غادي نقطعها كاريه بحال هكا دابا ان شاء الله فاش غادي نسالي هذا الشيء هذا كامل وغادي نولي معاكم وهنا كما كتلاحظوا يعني كلشي مقطع ناضي كما كتلاحظوا يعني لي كارو كما قلت لكم تكون فيهم ديك خمسة ديال السبعين كارية كنتمنى ان شاء الله تلاحظوا مزيان وتشوفوا الطريقه يعني هذا الفلتاج غادي تعدوا في المنزل ديالك ساهل بحال ديال المحلات بحال بحال وهنا ان شاء الله دابا غادي ندوريه كما كتلاحظوا غادي ندوريه كامل بالبيض وهذيك الساعه غادي نعمل ليه كريم اسبانيول راكم دابا كتعرفوا كريم اسبانيول غادي نعملو بهذه الطريقه هذه ملي غادي نسالي الطريقه كامله ونولي معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف وهنا كما كتلاحظوا هو كامل عمرته بكريم اسبانيول ويمكن لكم تعمروه فرونشي بان ديال اللوز ديال البيان فول سوداني او فرونشي بان ديال الكوك اي حاجه يمكن لكم تعمروه بها انا حبيت نعمل له هذا كريم اسبانيول وهنا غادي نعمل هذا الشكل كما كتلاحظوا نعمل هذا الشكل وغادي نعمل الشكل الاخر باش ما نطولش عليكم الفيديو باش ملي غنسالي نولي معكم ان شاء الله هذا الشكل هذا وكاين الشكل الاخر نقطعو بكراتوار بهذه الطريقه بتجمع لهاد الاذن وهنا غادي نعملو طريقه ثانيه هذه عندها اثنان كما كتلاحظوا نطويو من هنا نطوي من هذا الجانب يعني كما كتلاحظوا وغادي نزيد شكل اخر ان شاء الله وغادي نوري لكم دابا حتى نسالي ان شاء الله هاد الكميه هذه ونولي معكم انتما كما كتلاحظوا انا ساليت هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا وهذا الشكل الثاني عاوتاني عفوا الشكل الثالث والشكل الرابع يعني هنايا كما كتلاحظوا شوفوا الطريقه ديالها مزيان كيفاش مطويه الطريقه ديال هادي الطريقه ديال هادي عاوتاني دبليغه وهادي عاوتاني ان شاء الله دابا غادي ندوريهم بهذه الطريقه يعني كما كتشوفوا هاد الودينات هادو هاد البويض العجينه اللي ما مدهوناش لحقاش حنايا دهنا كلشي وهادي غادي ندهنوا غير هاد السميطه من هنا وهادو عاوتاني غير هاد السميطات من هنا بهذه الطريقه وهنا هادي غندهنوها كامله كما كتلاحظوا دابا غادي نكمل لا دوري ديالو كامل وغادي نطرحو في الفران على 180 ان شاء الله ومن بعد غادي نشوفو الشكل ديالو النهائي وها الفلتاج ديالنا وجد كما كتلاحظوه كيت كنا الحاجه ملي كتخدمها بالاخر بالاتقان ديالها كتطلع مزيان هانتوما كما كتلاحظوا هانتوما يعني طايبه مزيان من الفوق ومن تحت وشوفوا الديكور ديالها وهذه غادي نزوقوها بالشوكولاتة شويه وانا غادي نعملوا شويه ديال
الزواق ان شاء الله غادي نوري لكم وانتم الشكل ديالو الجامع كيف طلع. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وما تنساوش البارتاج مع الاصدقاء باش يعني باش توصلوا للمعلومه للجميع وكتكونوا حتى نتوما مشاركين في الاجر. ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالها ان شاء الله الكامل. تشوفوا من بعد ما غادي نزوقها غادي تشوفوا الزواق، يعني الزواق كيبقى اختياري ماشي يعني ضروري تعمل لها الزواق، يعني تزوقها باش ما عجبك، باش ما عجبك تزوقها. دابا ان شاء الله غادي نحيدوا شي حبات للناس كيبغيوها يعني مسوسه ما كيبغيوش فيها لا ناباج لا حتى شي حاجه ان شاء الله. وداك الشيء اللي غادي يبقى غادي نزوقوا وغادي تشوفوا ان شاء الله. الشكل النهائي كما كتلاحظوا كنتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه هذه. هانتوما كتطلع هائله بزاف بحالها بحال ديال المحلات. يعني فلتاج دياري منزلي ما نحتاجوش يعني من المحلات ولا شي حاجه، يعني حاجه كتصلحها بيديك احسن من اي حاجه. كنتمنى ان شاء الله تفيدكم هذه المعلومه وما تنساوش اللايك الفيديو والضغط على الجرس باش يبقى يوصل لكم جديد ان شاء الله. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.